السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهلا بكم طلبة وطالبات أولى أمور الصف الرابع الابتدائي. إن شاء الله مكملين مع بعضنا منهج اللغة العربية للترم الثاني 2022. يا ريت لو أول مرة تشوف قناتنا تشترك فيها وتفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد وتعملوا لايك للفيديو. يلا بينا سنة رابعة نشوف الفيديو بتاعنا. هنحل مع بعضنا النهاردة درس حوار مباشر من كتاب المدرسة صفحة 66. يلا بينا نشوف الدرس بتاعنا. ولنص الاستماع حوار مباشر نشاط واحد من خلال فهمك النص صنف الطاقات الآتية: الشمس، النفط، الفحم، الرياح، الماء، الغاز الطبيعي. عندنا الطاقة المتجددة وعندنا الطاقات اللي غير متجددة. الطاقة المتجددة عندنا الشمس وعندنا الرياح والماء. طب الطاقات الغير متجددة عندنا النفط وعندنا الفحم وعندنا الغاز الطبيعي. نشاط 2 بيضع علامة صح أو علامة غلط أمام الجمل الآتية وصوب الخطأ منها. رقم ألف: ليس في مصر سوى مشروع واحد للطاقة المتجددة. طبعا العبارة الخاطئة، يوجد في مصر أكثر من مشروع للطاقة. رقم باء: يتميز الشريط الساحلي للبحر الأحمر بسرعة الرياح. الإجابة صحيحة. رقم جيم: تعود الطاقة النظيفة المتجددة من أهم قضايا الدول. الإجابة صحيحة. رقم دال: دكتور شريف عالم في العلوم والطاقة الكهربائية. طبعا هو عالم في العلوم والطاقات والطاقة المتجددة. نشاط 3 بيقول: أجب عن الأسئلة الآتية. رقم ألف: ما أهم ما يميز الطاقة المتجددة؟ طبعا أقول إنها إنها لا تنفد ومجانية ونظيفة. رقم باء بيقول: ما نصيحة الدكتور أشرف لنا؟ طبعا نصحنا بإيه الدكتور الدكتور شريف؟ طبعا نصحنا بترشيد استهلاك الطاقة. رقم جيم يقول: ماذا فهمت عن الطاقة المتجددة؟ قلت طبعا هي الطاقة الناتجة عن عمليات طبيعية من دون تدخل الإنسان وتتزايد بصورة دائمة. رقم النشاط رقم 4 بيقول: تخيل نفسك مذيعا ولديك فرصة لاستضافة إحدى الشخصيات المهمة، من ستكون ولماذا وما أهم الأسئلة التي ستطرحها؟ ستطرحها. هقول طبعا اسم الشخصيه، اقول مثلا استضيف مثلا وزير الكهرباء. طب لماذا؟ اقول لا اتعرف على مستقبل الطاقه في مصر. طب الاسئله اللي انت هتسالها له طبعا اقول كم مصدر للطاقه الطبيعيه في مصر؟ تسعى الحكومه المصريه لتقليل من مصادر الطاقه الملوثه للبيئه والاعتماد على الطاقه النظيفه مثل مشروع مزرعه رياح الزعفرانه في محافظه البحر الاحمر ومشروع بنبان في محافظه اسوان. نشاط 5 بيقول: أخبر الدكتور شريف بأنه علينا أن نعدل في سلوكياتنا اليومية، أكتب قائمة بهذه التعديلات لتخبر بها عائلتك وأصدقائك. طبعا أخبرنا الدكتور شريف بترشيد استهلاك الكهرباء في المنزل، لا نضيء المصباح إلا عند اللزوم، ونستخدم المصابيح الموفرة، ولا نترك التلفاز مفتوحا بدون مشاهدة، ترشيد استهلاك الوقود، لا نستخدم السيارة إلا في الذهاب إلى الأماكن البعيدة. نشاط 6 طلب منك إعداد فقرة بالإذاعة المدرسية عن أسباب توجه الدول لاستخدام الطاقة المتجددة، اذكر أهم هذه الأسباب. طبعا عندنا التخلص من تلوث الماء والهواء، إتاحة الكثير من فرص العمل، زيادة الاستثمار في مصر، انخفاض تكلفة الطاقة المتجددة، توفير الطاقة النظيفة، المحافظة على صحة المواطنين. نشاط 7 بيقول: اكتب ما يملى عليك. طبعا الفقرة اللي هي الفكرة اللي هنمليها: ان تكون مثل الشمس او ربما مثل الرياح متجددة، متجددا كل يوم، لديك ما تتعلمه لنفسك وما تقدمه لغيرك، ان تكون متجددا كالماء تروي العطش وتشبع اهتماماتك وامنياتك بالتكرار والمثابرة والمحاولة الجادة التي لا تنتهي. من اجمل ما أجمل ذلك. ننتقل إلى صفحة 70 على درس طاقتنا من بيئتنا. رقم 1 بيقول: فكر، انظر إلى الصورتين جيدا ثم فكر في الفرق بينهما وأين تجد أن تعيش وأين تحب أن تعيش ولماذا. طبعا عندنا الصورة الأولانية دي مجتمع طبعا نظيف وصحي بيعتمد على الطاقة المتجددة النظيفة. دي طبعا الصورة الثانية مجتمع ملوث وغير صحي يعتمد على أنواع الوقود المضرة بالبيئة. طبعا وأين تحب أن تعيش ولماذا؟ أقول طبعا في الصورة اللي هي الأولانية طبعا أعيش هنا. 2 اقرأ واكتشف. نشاط 2 ألف: استخرج من المعجم معاني الكلمات الآتية ثم ضعها في جملة. الكلمة والمعنى والجملة: عندي بفارغ الصبر. طبعا المعنى بشوق. الجملة: انتظرت حصة التربية الرياضية بشوق شديد. التطلع طبعا بمعنى الترقب والنظر. الجملة: أتطلع لأخي الصغير وهو يتعلم المشي. منبعث:
خارج من الجملة الدخان الخارج من السيارة مضر بالصحة. محطات بمعنى أماكن الجملة أماكن القطار في كل المحافظات. توليد بمعنى إنتاج الجملة في مصر محطات مختلفة لإنتاج الكهرباء. أدركت بمعنى فهمت أهمية الطاقة المتجددة بعد قراءة الدرس. وصلت المعنى ايه؟ اكملت الجملة اكملت دراستي في نفس مدرسة اخي. نشاط 2 باء اجب عن الاسئلة الاتية. اكمل رقم الف تعد محطة جبل الزيت طبعا ايه واحدة من كبرى محطات توليد الكهرباء في العالم من خلال الرياح. رقم باء ادرك ماجد ان الحل في استبدال الطاقة غير متجددة بالطاقة المتجددة لانها ايه لا تنفد. رقم 2 بما شعر ماجد في أثناء سفره ولماذا؟ أقول طبعا شعر بضيق تنفس بسبب الدخان المنبعث من إحدى السيارات. رقم 3 ما حل مشكلة الغازات الضارة في رأي والد؟ والد مين؟ والد ماجد طبعا استخدام ايه الطاقة المتجددة كبديل للوقود الناتج من الطاقة غير المتجددة. رقم 4 ما نصيحتك لسائق السيارة التي ازعجت ماجد؟ طبعا يجدد صيانة السيارة حتى لا تزيد ايه من التلوث. رقم 5 بقول استخرج من النص مضاد ازعجني طبعا ايه ضايقني مرادف اجازة طبعا ايه عطلة مفرد طاقات طاقة جمع غاز غازات. نشاط 2 جيم املأ المربعات التي امامك مستخدما اجابات الجمل الاتية. رقم 1 مصادر الطاقة التي لا تنفد هي طاقة طبعا طاقة متجددة. رقم 2 المشروع القديم على الرياح في مصر وهو طبعا ايه مشروع جبل الزيت. رقم 3 تقع محطة توليد الرياح على شاطئ البحر طبعا ايه الاحمر. عندنا رقم 4 بيقول الوقود المستخدم من النفط والفحم والغاز الطبيعي هو طبعا هو طاقة غير متجددة. رقم 5 الدخان المنبعث من السيارات يحتوي طبعا على غازات ضارة بصحة الإنسان. نشاط 2 دال ضع قلمة مناسبة مما بين القوسين مكان الكلمات التي تحتها خط بالفخر طاقة متجددة واصلت محطات. رقم 1 أتممت المحاولة إلى أن نجحت. نجحت طبعا هنا بمعنى واتممت بمعنى ايه واصلت. رقم 2 اماكن القطار تكون بكل المحافظات اماكن هنا بمعنى محطات. رقم 3 احب النوم مبكرا حتى يصل جسمي يحصل جسمي على جهد لليوم التالي. كلمة جهد هنا بمعنى طاقة طاقة لليوم ايه التالي. رقم 4 في مراسم حفل تخرج اخي كانت امي تشعر بالاعتزاز. الاعتزاز هنا بمعنى الفخر. رقم 5 لدى معلمي فكر لا تنفد دائما في شرح الدروس. لا تنفد طبعا بمعنى ايه متجددة. 3 لاحظ واكتشف. نشاط 3 اختر من الكلمات ما يكون جملة فعلية صحيحة. رقم 1 الطفلان بمساعدة والديهما استعان الطفلين. طبعا عايزين ايه عايز يكون جملة فعلية بأبدأ الجملة بفعل. عند الفعل هو ايه استعان والاستعان الطفلان بمساعدة والديهما. رقم 2 ارتدى الملابس ارتدوا اللاعبون الرياضة. هنقول ارتدى اللاعبون الملابس الرياضية. رقم 3 فهم الشعر البنات فهما جيدا. طبعا الكلمات اللي اختارها صحيحة ليها فهمت البنات الشعر فهما جيدا. رقم 4 الدول تقدم كبيرا تقدمت بالعلم تقدما. طبعا عند الفعل اللي هو ايه تقدمت الدول بالعلم تقدما كبيرا. نشاط 3 باب يقول اقرأ الفكرة ثم أجب عما يلي بجمل فعلية صحيحة. دخل المعلم الفصل فحيى التلاميذ معلمهم وجلسوا في أماكنهم ثم كتب المعلم جملة على السبورة ما الذي يصلح المجتمع. فنظر التلميذان خالد وسعد إلى بعضهم وقال ماذا تعني يا معلمنا؟ قال المعلم أعني ما الذي يجعل المجتمع صالحا. فرفع أنس يده وقال الصدق يصلح المجتمع. ثم قال وليد الأمانة وقال عادل التعاون. هنا ابتسم المعلم وقال أحسنتم يا أبنائي هذه الصفات كلها تسمى رفع
رفع التلاميذ أصواتهم قائلين: الأخلاق رقم واحد. وقل ماذا فعل التلاميذ عندما دخل المعلم الفصل؟ طبعا ايه حي التلاميذ المعلم. رقم اتنين: ما الذي يصلح المجتمع؟ طبعا يصلح المجتمع ايه؟ الصدق. المجتمع يصلح ايه؟ الصدق. رقم ثلاثة بيقول: ما الصفة التي اختارها أنس؟ طبعا اختار صفة ايه؟ الصدق. رقم أربعة: اختر خلقا من الأخلاق الحميدة واكتب عنه موقفا يوضح أهميته مكونا من خمسة أسطر مستخدما الجملة الفعلية. طبعا نقول ايه؟ يحكى أن أرسلت الأم ابنها لشراء حاجتها من قائمة مع قافلة في الصحراء، وأثناء السفر واجهت القافلة مجموعة من اللصوص استولوا على جميع الوقود من في القافلة، واتجه اللص إلى الفتى وسأله: كم معك؟ قال: 200 دينار. تفاجأ اللص من كلام الفتى وقال له اللص: كيف تخبرني بكل ما معك بغير أن تحاول الاحتفاظ ولو بالقليل منه؟ قال له الفتى: لقد وعدت أمي لا أكذب أبدا. فتأثر اللص فاندهش من أخلاق وأمانة الفتى مع أمي على الرغم من أنها ليست معهم. وهنا أفاق اللص من غفلته، فالصبي يخاف مخالفة الوعد والأمانة وهو يسرق، فلا بد أن يفيق. وقرر اللص أن يتوب عن السرقة ورد كل الأموال هو ومن معه إلى القافلة، فكانت الأمانة سبب لتوبة اللص عن السرقة. عند رقم أربعة بيقول: لاحظ وتعلم نشاط أربعة ألف، عبر عن الصور عن الصورة بخمسة جمل فعلية. طبعا عندنا هنا إيه؟ هنا يقول الجملة الأولى: مثلا يصنع النحل والعسل. رقم اتنين: يشفي العسل من الأمراض، يشفي العسل من الأمراض. رقم تلاتة: يجمع الفلاحان نحل العسل. رقم أربعة: يتغذى النحل على رحيق الأزهار. خمسة: يغلف المزارعون عبوات النحل. نشاط أربعة باب يقول: املأ الجدول من خلال الجمل السابقة. عندي الجملة وعندي الفعل وعندي الفاعل وعلامة رفع الفاعل. عندي الجملة يقول: يصنع النحل العسل. طبعا عندنا الفعل اللي هو ايه؟ يصنع، والفعل اللي هو ما وقع عليه الفعل اللي هو ايه؟ النحل. من قام ايه بالفعل اللي هو النحل؟ علامة رفع الفعل طبعا هنا ايه؟ الضمة. يشفي العسل، يشفي العسل من الأمراض. طبعا عندي الفعل هنا يشفي، والفعل اللي هو العسل، والفعل رفع علامة رفع هو هنا ايه؟ الضمة. يجمع الفلاحان نحل العسل، الفعل يجمع والفلاحان طبعا هنا الفاعل. طب هنا علامة الرفع هنا ايه؟ الألف طبعا، لأن الفلاحين هنا ايه؟ مثنى. يتغذى النحل على رحيق الأزهار، عندي الفعل اللي هو يتغذى، الفاعل طبعا هو ايه؟ من قام بالفعل اللي هو النحل. علامة الرفع هنا ايه؟ الضمة. يغلف المزارعون عبوات النحل، عندي الفعل اللي هو يغلف، والفعل اللي هو طبعا المزارعون. المزارعين هنا ايه؟ جمع مذكر سالم، وجمع مذكر سالم بيرفع، وعلامة رفعه الواو. نشاط أربعة جيم يقول: ضع علامة صح أمام الجملة الصحيحة وغلط أمام الجملة الغير صحيحة. رقم واحد: شعر الشقيقان بألم في أسنانهما. طبعا هنا عند العبارة الجملة صحيحة. رقم اتنين: وصلوا الأب والشقيقان إلى الطبيب. طبعا هنا عندي الجملة خاطئة، المفروض إن هو إيه؟ وصل الأب والشقيقان إلى الطبيب. رقم ثلاثة: سأل الطبيب ما الذي حدث. عند هنا الجملة صحيحة. رقم أربعة: ذهب الشقيقان وأخبر والدهما. طبعا عند هنا الجملة خاطئة، طبعا المفروض إن الفعل يكون هنا إيه؟ ذهب، المفروض يكون الفعل هنا إيه؟ ذهب. رقم خمسة: بدأ الأخ الأكبر بالحديث، العبارة هنا عندي صحيحة. رقم ستة: قال الأب غدا نذهب إلى طبيب الأسنان، عند هنا الجملة صحيحة. نشاط أربعة دال: استعن بالجمل الصحيحة السابقة في كتابة قصة. طبعا هنقول ايه؟ شعر الشقيقان بألم في أسنانهما، ذهب الشقيقان وأخبر والدهما، قال الأب غدا نذهب لطبيب الأسنان. وعندما ذهب إلى الطبيب سأل الطبيب ما الذي حدث. بدأ الأخ الأكبر بالحديث وأخبره بمكان الألم، ونصح الطبيب الشقيقان بغسل الأسنان كل يوم صباحا ومساء.
عندنا سؤال 5، شارك بكل نشاط 5، اقرأ الجمل وتخيل ماذا لو. رقم 1، نفد النفط الوقود الموجود على الأرض. طبعا ايه اللي هيحصل؟ طبعا هنلجأ الى الطاقة المتجددة بديلا للوقود حتى لا تتوقف الحياة. رقم 2، زاد عدد محطات توليد الكهرباء بالرياح. طبعا ايه اللي هيحصل؟ طبعا هيقل التلوث وتصبح البيئة صحية ونظيفة. رقم 3، استخدمنا السيارات التي تعمل بالكهرباء بدلا من الوقود، طبعا هيقل التلوث البيئي. رقم 4، كانت مصر لا تستخدم الطاقات المتجددة، طبعا سيصاب الكثير من المواطنين بالأمراض التنفسية. عندنا نشاط 5 باب، ولديك فرصة لتقديم حلول لمساعدة بلدك في مواجهة تلوث الموارد كالماء والهواء. اكتب هذه الحلول. طبعا كل واحد يكتب الحلول اللي عنده. هقول مثلا عدم إلقاء مخلفات المصانع في ماء النيل، عدم حرق النفايات، تستخدم وسائل النقل العام، مركبات تعمل بالكهرباء. نشاط 5، اكتب ما يملى عليك. طبعا هقول ايه؟ هنمضي الفقرة اللي هنتملاها. هقول وقتنا بل عمرنا نمضيه بين البيت والمدرسة، فلهذا علينا كلنا ان نفكر دائما ونتخيل كيف لنا ان نمضي هذا العمر في بيئة صحية ونظيفة، في بيئة ليس بها اي امراض بسبب التلوث. علينا ان نجعل من بيتنا ومدرستنا نموذجا صحيا للعيش فيهما بصحة وبلا اي تلوث. نشاط 5 دال بيقول برجوع إلى قصتي حلم ليس مستحيلا وطاقتنا من بيئتنا. حلل القصتين معا في الجدول التالي. عندنا اسم القصة اللي هو حلم ليس مستحيلا وطاقتنا من بيئتنا. عندنا عايز الشخصيات والمكان والزمان والمشكلة والحال والسلوكيات والقيمة التي تضمنتها القصة. شخصية أثرت فيك واذكر السبب. ضع نهاية أخرى للقصة. ماذا تفعل لو كان مكان؟ ورايك في القصة ورسالة للكاتب. طبعا عندنا الشخصيات في حلم ليس مستحقا، عندنا جود واخوها وامها ايه ووالدها. وعندنا طاقتنا من بيئتنا كان مين الشخصيات؟ كان عندنا ماجد والاب. المكان بقى في حلم ليس مستحيل كان عندنا ايه؟ كان في المدرسة والبيت. طاقتنا من بيئتنا طبعا عندنا في البيت والسيارة ومكان به طواحين الهواء. طب الزمان حلم ليس مستحيل كان في النهار. طب وطاقتنا من بيئتنا كان فصل الصيف والليل والنهار. المشكلة طبعا هنا كثرة الاستهلاك وعدم تقليل الاستخدام او عادة التدوير. درس طاقتنا من بيئتنا دخان منبعث من احدى السيارات يسبب ضيق في التنفس. عندنا الحل في عادة في حلم ليس مستحيل طبعا اعادة التدوير. وطاقتنا من بيئتنا الطاقة النظيفة. السلوكيات والقيمة التي تضمنتها القصة طبعا إعادة التدوير للحفاظ على البيئة، دي في درس حلم ليس مستحيلا. أما في طاقتنا من بيئتنا الحل الأفضل هو التخلص من التلوث. الشخصيات التي أثرت فيك واذكر السبب. طبعا جود لأنها تطبق ما تدرسه. وهنا إيه في طاقتنا من بيئتنا الأب لأنه يرشد ابنه ويعلمه كل جديد. ضع نهاية أخرى للقصة. أقول مثلا ساعدت أسرة جود في تطبيق إعادة التدوير مع كل الجيران. هنا في طاقتنا من بيئتنا ولثم استمعنا الى خبر في راديو السيارة ان الحكومة ستقوم باستبدال سيارات النقل العام بسيارات تعمل بالكهرباء. ماذا تفعل لو كنت مكان جود؟ وهنا لو كنت مكان مين؟ ماجد. رأيك في القصة طبعا هنا مفيدة وهنا ايه هادفة. رسالة للكاتب طبعا اسلوبك رائع وهنا ايه افكارك مميزة. وبكده سنرى وصلت معكم لنهاية الفيديو. أتمنى يكون الفيديو عجبكم. ياريت متنسراش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.